والنقطة الرئيسية الأخرى التي أريد أن أعلق عليها، نعم الفاسد لا يصلح، ولذلك أنا حينما بدأت قبل أن أبدأ بمشروع الإصلاح العام، أنا أسميه، بدأت بإصلاح المشروع الخاص، وفتحنا لجان تحقيقية ومكافحة قصدك فساد التيار في داخلك؟ التيار نعم. الصدري أحسن، ولازلنا مشهورين بالقصقوصة، نعم. وأي واحد يجيب لنا دليل على أي مقرب على أي مبعد في التيار الصدري أنا مستعد، وليومنا هذا وللحظتنا هذا أنا أنتظر الأدلة. صارت هواية أمور، احنا نجلب فاسدين ويقعدون يمنا ويحققوا وياهم ولا يثبت عليهم شيئا. أنا أريد من الشعب أن ينفعل مع هذا القانون الإصلاح الداخلي، ويقدم لنا أدلة ويقدم لنا قرائن حتى نعاقب من هو فاسد في التيار.